سادسهم كلبهم علما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء Yes.
للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.